أهلا بكم إلى موعد إخباري جديد من قناة كاب 24 تي في بمدينة طنجة، والبداية بأبرز العناوين. وزارة الصحة المغربية تطمئن المغاربة حول وباء الكوليرا وتؤكد أن لا إصابات حتى الآن. دوليا، إيران تهدد بغلق مضيق هرمز الاستراتيجي ردا على العقوبات الأمريكية. وفي الخبر الرياضي، الناخب الوطني المغربي يعلن عن لائحة الأسود الجديدة استعدادا لمواجهة مالاوي. أصدرت صباح اليوم الثلاثاء وزارة الصحة المغربية بلاغاً صحفياً توصلت به قناة كاب 24 تي في، قالت فيه أنه على إثر ظهور بعض حالات الإصابة بداء الكوليرا ببعض دول المنطقة، تؤكد وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الداء في المغرب. وأضاف البلاغ أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير الاستباقية والاحترازية للوقاية من أي ظهور محتمل لحالات وبائية بالمغرب، أهمها تعزيز إجراءات الرصد واليقظة الوبائية المتعلقة بالالتهابات الحادة للجهاز الهضمي وكل التسممات الغذائية الجماعية، تعزيز المراقبة الصحية على الحدود وخاصة في المطارات المستقبلة للرحلات القادمة من بعض الدول التي تعرف انتشاراً لحالة الإصابة بداء الكوليرا، دعم مختبرات المستشفيات في مجال تشخيص البكتيريا المسببة لداء الكوليرا، وتوفير المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لعلاج الحالات المرضية. وقد وضعت الوزارة رقماً هاتفياً اقتصادياً رهن إشارة المواطنين بغرض الحصول على المزيد من المعلومات، مؤكدة بحسب نص البلاغ على أنها تعمل على التنسيق مع باقي القطاعات الحكومية بهذا الشأن. وطنياً دائماً، أبرز المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنتي 2016 و2017 أن سير عملية التكوين الأساسي المقدم من طرف الجامعات تعتريه مجموعة من النواقص، أهمها عدم استيفاء مسطرة اعتماد المسالك وهيمنة التكوين ذي الولوج المفتوح على الولوج المحدود. وأوضح المجلس في التقرير الذي نشره مؤخراً أنه على مستوى تقييم التكوين الأساسي، فإن سير عملية التكوين الأساسي يعتريه أيضاً عدم احترام شروط التسجيل بالمسالك، مشيراً في هذا الصدد إلى قبول طلبة على أساس شهادات غير تلك المنصوص عليها بالملفات الوصفية، وقبول تسجيل طلبة دون دراسة ملفاتهم ودون اجتياز المباراة، وفتح مسالك للتكوين الأساسي مؤداً عنها، وتسليم دبلومات وطنية لمسالك معتمدة في إطار دبلومات جامعية. دولياً، قال فريق تحقيق دولي تابع للأمم المتحدة إن غارات للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن قد ترقى لجرائم حرب. وأضاف فريق الخبراء أنه سيسلم اليوم لائحة سرية بأسماء المسؤولين عن تلك الجرائم إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان. وحمل فريق الخبراء المكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن الإمارات والسعودية والحكومة اليمنية المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وأكد رئيس فريق الخبراء كامل جندوبي أن كافة أطراف النزاع المسلح في اليمن انتهكت القانون الإنساني الدولي. وأشار جندوبي في مؤتمر صحفي بجنيف إلى أن مجموعة الخبراء الأمميين حددت الأشخاص الذين انتهكوا القانون الدولي لحقوق الإنسان في حرب اليمن، ووضعت قائمة سرية بأسمائهم لتقديمها اليوم إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد. وأضاف أن جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبت عددا كبيرا من الانتهاكات، ومنها القصف العشوائي والتعذيب والإخفاء القسري والاعتداء الجنسي واستخدام الأطفال في الحرب. أضر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى المبرم في عام 2015، وكذلك إعادة فرض العقوبات الأمريكية بالاقتصاد الإيراني. وبإعلانها السيطرة التامة على مضيق هرمز، تهدد إيران بالرد على عرقلة مبيعاتها النفطية عبر شل حركة هذه التجارة في المعبر الاستراتيجي. ويواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقادات من مختلف الجهات، محافظون وإصلاحيون وأيضا الشارع الإيراني، ويحمل معارضون النهج السياسي لروحاني مسؤولية العديد من الإخفاقات التي عرفتها البلاد في السنوات الخمس الماضية. واستدعي الرئيس الإيراني لأول مرة لاستجواب أمام البرلمان الثلاثاء، مواجها أسئلة حول انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد.
في الخبر الرياضي، افتتح حامل لقب البطولة الاحترافية لكرة القدم اتصالات المغرب نادي اتحاد طنجة الموسم الرياضي الجديد بتعادل داخل الميدان أمام سريع واتزم بهدف لمثله. في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الاثنين على أرضية الملعب الكبير بطنجة برسم منافسات الدورة الأولى، وكان فريق اتحاد طنجة سبق للتسجيل بواسطة المهدي النغمي من ضربة جزاء في الدقيقة 19 قبل أن يتمكن سريع واتزم من تعديل النتيجة عن طريق عصام بودالي في الدقيقة 59، فيما انتزع الكوكب المراكشي تعادلا إيجابيا بهدف لمثله في الوقت البدري الضائع من ضيفه اتحاد الفتح الرياضي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الاثنين على أرضية الملعب الكبير بمراكش. سجل هدف الفتح اللاعب يوسف أنور بعد مرور 11 دقيقة على انطلاق اللقاء، وسجل هدف التعادل للكوكب اللاعب محمد الحلالي في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع. أعلن الفرنسي إيرفي رينار قائمة المنتخب المغربي لمواجهة مالاوي في 7 سبتمبر المقبل بالدار البيضاء على ملعب محمد الخامس، وتألفت القائمة من 25 لاعبا كلهم من المحترفين باستثناء لاعب واحد من الدوري المحلي. وحفلت القائمة بمفاجآت كبيرة مثل استدعاء مبارك بوصوفة الذي لم يعثر على فريق بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي، كما غاب عن القائمة القائد المهدي بن عطية لأسباب مجهولة، وفضل رونار أشرف بن شرقي الذي تخلى عنه الهلال السعودي على حساب المتألق وليد أزارو هداف الدوري المصري، وفيما يلي القائمة النهائية للأسود. في حراسة المرمى منير المحمدي وياسين بونو ورضا التقنوتي، في خط الدفاع مروان داكوستا، غانم سيس، وحمزة منديل، أشرف حكيمي، نايف أجرد، ووليد الحزام، ثم يوسف أيت بن ناصر، ونبيل درار، ونصير مزراوي. في وسط الميدان كريم الأحمدي، ونور الدين المرابط، مبارك بصوفة، ويونس بالهندة، فيصل فجر، وحكيم زياش. فيما عرف خط الهجوم ياسين بامو، يوسف النصيري، أشرف بن شرقي، أيوب الكعبي، وأمين حارث. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد الإخباري. للمزيد من الأخبار زوروا موقع القناة كاب 24.tv. شكرا لكم وإلى موعد لاحق بحول الله.